السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل المرة دي برضو فنيات التعامل مع الألم. يعني مسكة الألم هتفرق لما تكون بالزاوية، يعني مثلا قائمة، غير ما تكون زاوية حادة. كل ده هنحاول نوضحه في الفيديو ده. بداية كده نتخيل إن أنت مثلا الزاوية القائمة، يعني الحاجة بتكون زاوية قائمة بالشكل اللي أنت شايفه الألم ماسكه بالشكل ده، هيبقى بدل ما هو نازل قائم على الورقة هميله حاجة بسيطة مثلا 80 درجة. طب ننظف الأول السن عشان نبدأ نشتغل بشكل نظيف. كل ما كانت الزاوية قائمة كل ما هنلاقي الحبر نازل أكتر، أو الألم الجاف هيبقى لونه أغمق، يعني بالشكل ده. مثلا الزاوية اللي أنا بعمل بيها من 40 إلى 70 درجة تقريبا، أو من 40 إلى 80 درجة، هتبص تلاقي درجة الغمقان بتاعة اللون زي ما انتوا شايفين كده. ودي تعتبر أغمق درجة في حال ان انت خليت الزاوية من 40 إلى 80 درجة تقريبا يعني. طبعا زي ما اتفقنا في الدرس اللي فات ان خطوطنا تبقى في اتجاه واحد، مش هعمل تقاطعات في الخطوط دلوقتي عشان نشوف النتيجة. تقريبا اللون هتلاقيه يعني معتم، درجة غامقة. ناخد الدرجة اللي بعد كده، وطبعا مهم جدا برضو التنظيف عشان ما يبقاش فيه نقط او ان يسيل. دي درجة هتلاقيها اخف شوية لما نميل القلم مثلا من 40 الى 30 درجة، يعني نخليها ميلة حد درجة حادة كده من 40 الى 30. شوف ونحافظ جدا ان احنا ما نضغطش على الورقة، مريحين سن القلم على الورقة وبنتحرك في اتجاه واحد زي ما اتفقنا. شوف درجة اللون حتى فرقت لما ميلنا درجة أقل من اللي قبلها. هنجرب نقلل درجة الميل لدرجة 20 درجة، هنشوف شكل اللون هيبقى عامل ازاي. هتلاحظوا الايد يعني بدأت تميل عشان تريح القلم على قد ما تقدر على الورقة، هيبدأ يدي لون خفيف وبيزيد واحدة واحدة كل ما اتحرك بالقلم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. التدرج واضح فرق كبير جدا ما بين ان انا استخدم القلم بزاوية زي اللي في النموذج الأولاني ده اللي هو درجة 80 إلى درجة 40، والدرجة أقل لما احنا استخدمنا من 40 ل 30 زاوية، والأخير اللي هو من 20 واحنا نازلين. هتلاقي اللون بدأ يفتح. طبعا أقل من كده هيبقى صعب اللون ينزل، هتلاقي اللون يعني بينزل بصعوبة جدا. شوف الفرق واضح جدا ما بين النموذج ده وده المتوسط، وده أقل حاجة خالص في الألوان. حاولوا دلوقتي تجهزوا ورقة وقلم وتدرجوا وتشوفوا النتيجة ازاي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واللي مشترك عندي في القناة يكتب كومنت أو يعمل لي لايك عشان نقدر نقدم كل ما هو جديد. أشوفكوا على خير في الدرس الجاي، وتكنيك جديد برضو وحاجة هتفيدنا إن شاء الله. مع السلامة.